الزمالك من احسن الفرق اللي موجوده مع النادي الاهلي في مصر، وبطل من ابطال الكره المصريه وافريقيه، فكان مباراه صعبه جدا جدا يعني، وعنده لعيبه وعنده حلول كتير. احنا اشتغلنا بالامكانيات بتاعتنا اللي موجوده، اللعيبه بالشغل بتاعنا كجهاز تكتيك اللي اشتغلنا عليه اشتغلنا بيه. قاريين بقى طبعا طبيعه الحال المنافس بتاعنا عن مناطق القوه بتاعته او والمناطق او الامور الفنيه اللي ممكن نستغلها والثغرات. لكن احنا جايين صعوبه المباراه كانت قبلها ان نادي الزمالك كان في نتيجه سلبيه قبل الماتشين مع مباراه الجيش مع الزمالك، كانت طبعا صعبه بالنسبه لنا ان احنا اللعيبه طبعا كانوا في حماس ان هم يعوضوا نتيجه المباراه اللي فاتت. فانا كنت متوقع ان يعني النتيجه اللي حصلت في السلبيه لنادي الزمالك قبل ماتشنا كانت ممكن زودت علينا الضغط المعنوي والنفسي بالنسبه للاعيبه الزمالك. ولكن عايز اقول ان احنا اشتغلنا في ظروف بعض اللاعبين المهمين جدا، كان في اصابات زي النهارده كان واحد زي ابو الفتوح طبعا ممنوع ان هو يلعب قدام نادي الزمالك، لعيب ليه دور كبير معانا فنيا. والنهارده كريم مدافع نفس الشيء، يعني كانوا يعتبر اثنين من الاساسيين اللي بيلعبوا الماتشات اللي فاتت كانوا مش متواجدين، ومحمود عزت يعني طقم بحاله من الديفنس كانوا مش موجودين، فدي كانت برضو كانت امور صعبت الامور. طبعا فوزي الحناوي من اللعيبه اللي فنيا كان في تكتيك من الشغل انا بلعب بيه كان ليه دور، برضو مش متواجد راجع من اصابه من اللي هو كان اصابته مع المنتخب الاولمبي. بدنيا طبعا ده الماتش الثالث لناصر ماهر وداس على نفسه وضغط على نفسه، فاعتقد ان المباراه كانت احنا يعني كصفوف مكتمله كانت صعبه، ما كانتش بقيمه وامكانيات نادي الزمالك انه كفريق كان مكتمل وعنده حلول وعنده بدايل. لكن الحاجه اللي بتسعدني ان اللعيبه لعبت النهارده بتحاول نفذت بقدر كبير من الشغل اللي احنا كنا بنشتغل بيه كجهاز فنيه تكتيكيه، وفي نفس الوقت الروح القتاليه اللي اتعملت واحنا بنلعب في استاد القاهره ولاعبين لعيبه اعتبر انا بقول من التيم اللي احنا بنعمله النهارده سموحه من الفرق اللي هي بتتكون من جديد بعد ظروف الموسم اللي فات. لازم الناس تعرف الكلام ده، في الناس اللي في الوسط القاره والموجودين النقاد، ان نادي سموحه مش هو ده نادي سموحه اللي كان مكتمل وعنده لاعبين في خبرات ولاعبين على اعلى مستوى. النهارده احنا بنعمل تيم جديد من بعد الظروف اللي انا ممسكت في التيم، كان الفريق نادي سموحه كان بيتعرض للهبوط. ابتدينا اشتغلنا من نهايه الموسم اللي فات ان احنا نجدد الفريق، وجبنا لعيبه اللي عندها طموح جديد ممكن يكون اساميها مش كبيره مع المجموعه القليله القدام، لكن نوعا ما احنا بنبني على اللي فات. احنا بنينا على ماتش الاسوان النهارده، بنينا ان شاء الله الماتش اللي جايه نبني على ماتش الزمالك. النتيجه الايجابيه دي نحاول يا رب ان شاء الله نحقق نتائج ايجابيه في المرحله اللي جايه، والحمد لله على النتيجه. وبقول ان انا كنت بلعب مع تيم كبير زي نادي الزمالك والمحترفين الموجودين واللعيبه الدوليين اللي موجودين، اعتقد النتيجه ايجابيه بشكل كبير جدا الحمد لله. لا انا رونالد ما طلعش، هو حسام حسن الضغط اللي عليه كان راجع برده من التجمع بتاع المنتخب، كان عنده اجهاد شديد جدا فابتدى يلعب الماتشات الاخيره اللي فاتت اسوان وعنده ربطه فيها خشونه وجاي يعني عمل مجهود كبير جدا مع المنتخب. انت عارف لما اللعيب يروح منتخب مصر فبيحاول يبذل مجهود كبير، فرجع عنده اجهاد في ربطه وخد الماتشات اللي فاتت ومن الناس اللي هدافين الدوري زي ما انت عارف. فالحمل اللي عمله والتكتيك اللي خدت منه اقصى حاجه، ولكن انا بالعكس وناصر قام بدوره فالموضوع ما اتغيرش كتير. رونالد وحسام وناصر نفس الشغل بتاع ناصر، هو انا اللي عمله ناصر كان الشغل حسام. انا بقول كان في خطوره علينا وفي خطوره على نادي الزمالك، يعني احنا كنا ممكن نخطف في الماتش في اي وقت، و في كور كنت ممكن ناصر ماهر بذل مجهود كبير كان ممكن عمل فرص كتير لزمايله رونالد، وهو نادي الزمالك بطبيعه الحال بيلعب في ملعبه. نادي الزمالك تيم عنده خبرات وعنده محترفين كتير ولعيبه كويسه، طبيعه الحال ان لازم يبقى عنده ليه فرص، واحنا الاصعب ان احنا يكون لينا فرص مع نادي الزمالك في استاد القاهره، يعني احنا لينا فرص وخطوره. فالموضوع متكافئ، في خطوره جوه ال 18 عندنا وفي خطوره
كانت الناس حاساها ان احنا ممكن نخطف الماتش. ممكن انت حضرتك كنت قاعد تشعر ان احنا ممكن نخطف الماتش في اي وقت. بالظبط لرونالد وناصر وكل، لكن انت بتلعب مع نادي الزمالك يعني حاجه كبيره.